ذكرت في النقوش اليمنية القديمة ما قبل الإسلام بأنها مدينة تجارية اقتصادية عسكرية. كل دور له خصوصياته وكل دور له وظيفته الاجتماعية. وتماسك البيوت من بعضها البعض، انت تشوف تلاحظ المدينة شباب كل البيوت حقها متلاصقة. بالنسبة لتسمية مدينة شبام، في هناك روايتين، ولكن نأخذ بالرواية الأصح. لماذا؟ لأنها سميت باسم ملكها الأشرس ابن سكون من بني كندة. لماذا؟ لأنه كان بني كندة في مدينة شبام يتواجدون، ثم أخذت بالاسم شبام ابن سبا ابن حضرموت الأصغر، ولكن الصحيح هي شبام ابن الأسرس ابن السكون من كندة. سميت بشبام ابن حضرموت ابن سبا الأصغر في القرن الرابع الميلادي، عندما احتلت سبا وحمير مدينة شبام في القرن الرابع الميلادي. طبعا لها كثير من الألقاب، ويخلط الكثير في ألقابها وكنيتها. عندما يأتي حاكم أو دولة وتحكم مدينة شبام، فهي تسمى وتكنى باسم الحاكم أو اسم المملكة أو اسم الدولة. فلنأخذ على سبيل المثال، يقال لها الصفراء. الصفراء ليس من اصفرار المدينة في الغروب، وليس من اصفرار الحبوب كما يقولون الزراعي، ولكنها هي مدينة بني مصفر بن دومان، وهم في الأصل من كندة. شبام كما قلنا، كما ذكرها الهمداني، هي مدينة الجميع، ويعود تاريخها لما قبل الإسلام، وكانت مدينة حضرموت بحق وحقيقة، إذ كانت المركز التجاري والمركز التمويني للوادي وحتى بعض غير الوادي. فترد إليها كانت البضائع من الشرق ومن الغرب، من الشرق التي تأتي إلينا من مسقط كما تطلق عليها سابقا، مسقط اللي هي عمان الآن، وفيها البضائع الهندية التوابل وغيرها اللي تأتي عن طريق منطقة الخليج إلى شباب. والموارد المواد اللي تيجي نحن من الناحية القبلية تطلق عليها القوافل، كانت تجي إلى شبام من المناطق الشمالية، ترد كلها إلى شبام. معروف أن مدينة شبام تعتبر من المدن التاريخية القديمة، ذكرت في النقوش اليمنية القديمة ما قبل الإسلام بأنها مدينة تجارية اقتصادية عسكرية. نالت حظها الواسع في مصادر التاريخ اليمني القديم والعربي والإسلامي. استمر تاريخ المدينة حتى الفترة الإسلامية، واتخذت في القرون الأولى الإسلام كعاصمة لحضرموت عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم
الصحابي الجليل زياد بن لبيد البياضي كوالي، واتخذ من مدينة شبام وتريم مقرا له. طبعا استمرت شبام في التاريخ الإسلامي المبكر والمتأخر حتى فترة السلطنات الكثيرية والقعيطية. المستشرقين اللي دخلوها عام 1843 للميلاد، أول مستشرق يدخلها هو ألماني اللي هو فون فريدا، وهو اللي جاء إلى شبام وكتب الكثير في ذاك الوقت. كان لا يسمع عن شبام إلا في النقوش السبائية الحميرية الحضرمية، ولكن مستشرق جاء في القرن التاسع عشر، والنقص الحالي عن الكتابة والتعريف مدينة شبام يعود لعدم وجود المصادر في داخل المدينة نفسها أو في داخل البلد ذاته. فبالتالي على الباحثين أن يبحثوا في مجرد ما نقص عن تاريخ شبام، ولكن اللي يبدو أنه تاريخ شبام هو موثق في النقوش. خذ مثالا، البعض من الباحثين والمؤرخين يقولون أنها القرن الرابع الميلادي، بما فيها منظمة اليونسكو التي ثبتت أنها في القرن الرابع الميلادي، وهذا خطأ فظيع. لماذا؟ لأن هي في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، والقرن الثاني عشر قبل الميلاد، بمعنى أنه مدينة شبام هي قائمة منذ قيام شبوة عاصمة مملكة حضرموت، وتعد شبام العاصمة الثانية في حينها. مدينة شبام أدرجت في قائمة التراث العالمي اليونسكو في 82 و84، تم الإعلان كمدينة مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، لما تميزت به من نمط معماري، نمط فريد في تخطيطها، في تصميمها، في شكل مبانيها، في وظائف مبانيها، أيضا في عدد طوابق البناء. مباني اتخذت النمط البرجي، ولكن تميزت بأكثر من خصوصية. كانت شبام مدينة تجارية ومدينة حرفية ومدينة زراعية، لذلك كانت تجار وتنطلق التجارة من مدينة شبام إلى مناطق أخرى عبر الصحراء وعبر الساحل. وكانت هذه خصوصية المدينة أعطت نمط هندسي فريد بوجوده، يعطي كل الوظائف، سواء كان الوظائف التجارية أو الوظائف السكنية أيضا. كان في شبام مركز لاستلام البضائع أشبه بالميناء، تطرق عليه الزريبة، وهو الآن بني عليه ما إن شاء الله سيقام مجمع الدوائر. كان محيط المجمع الدوائر هذا كله كانت داخل عبارة عن حوش فيه دكاكين، وتريد البضائع اللي تأتي من القبلة أو من الشرق إلى هنا، والهم سماسرة يطلق عليهم الدلل، كل قبيلة لها دلالها الخاص ويسوقون البضائع حق كم إنه في بضائع تجي إلى شبام من الساحل، من المناطق الساحلية، ويطرق عليها القطار. هذه البضائع اللي تجي من المناطق الساحلية ما تدخل الزريبة إلا لفحصها وأخذ ده هناك رسوم عليها، ثم تعود إلى تسويقها، يكون عبر التاجر التي أرسلت إليه، لأن مالك التاجر اللي تصل إليه. وكل الناس كانوا يتسوقون من هذه المدينة.
تثبت في الوادي من المدينة، أصبحت أشبه مدينة شباب بالبورصة، كل الأسعار التسعيرة تكون في شباب، حتى أن القوافل اللي ترد من القبلة تمر على بعض مناطق فيطلبون منها من المواد اللي فيها بعض التجار اللي هم قبل شباب، فيشترط صاحب القافل يقول له شوف أنا بطرح لك البضاعة لكن السعر في شباب. الحرف اللي كانت في مدينة شبام كما قلت لك أنها أولاً مدينة هي عاصمة وهي تجارية، فتحتاج إلى كثير من المهن، فمهن النجارة واشتهرت بها مدينة شبام عن غيرها من مدن وادي حضرموت تحديداً. أيضاً مهن الحدادة لأنها تحتاج إلى الحديد، وكل هذه مكونات البيت الشبام يعني مستخدمة، النجارة على الحدادة وأيضاً النسيج وصناعة الملابس، ليس حياكتها فقط، وايضا هذه مهنه موجود عندنا الحياكه، ولكن هي ايضا في موجود عندنا النسيج، صناعه النسيج موجود، وكان في القرن الحادي عشر الهجري يصدر الى صنعاء منسوجات شباب اللي هي يلبسنها بالذات النساء والسروال الذي يقيهن شرعا يعني من كشف اي عوره، هي ممتدة من مدينة شباب، وهذا موجود وموثق لدى المؤرخين الصنعانيين أنهم يستوردون من داخل مدينة شباب. فكانت الحرف أيضا حرف حتى صناعة السلاح وتجديده كانت في مدينة شباب، وكان من نجران إلى 1930 يستخدمون تبادل وشراء مهنة السلاح بالذات اللي هو البارود والمدخر اللي تحفظ فيها ذخيرة السلاح، كان كله يأتي من مدينة شباب. تربية الأغنام إذا جينا، فكانت مدينة مكتملة كاملة بيئيا ومعيشيا وإنسانا، حتى أنه كثير من الأسر نقلت إلى مدينة شباب على غرار ما هو موجود حاليا، نقول أنه مثلا لما كانت عدن في الخمسينات، لما كان مثلا الآن دول الخليج، فكان يأتون من خارج مدينة شباب إلى هذه المدينة لكي يعملوا ولكي ينتجوا ولكي يشتغلوا وانصهروا واصبحوا شبامية. معروف أن مدينة شبام هي زراعية وحرفية. الجانب الزراعي كانت حول المدينة نفسها، كانت الجروبة الزراعية، فكانت الأمطار لما تأتي أولي لا الجروب الزراعية التي خلف مباني شبام، وخاصة من الناحية الشمالية والشرقية والغربية، لذلك الجانب كان الناس يستغلون بعامل الزراعة، وأيضا كان يشتغلوا بعامل الحرفي. الجانب الحرفي أيضا كانوا هم بارعين في الجانب الحرفي. المجتمع نفسه كان مجتمع متماسك، كان مجتمع متقارب في عاداته في تقاليده في موروثه. المجتمع في شباب محب لتراثه، محب لمدينته، محب لتاريخه، لذلك تجدهم دائما يتقاربوا في هذه المجالات، لأنه تاريخ شباب هو احتوى كل تفاصيل الحياة، حتى تفاصيل الحياة الخاصة. لأن عندنا الماء حق السيول 4 درجات، ماء تليتول يقول يعني ماء صغير لا يسقي قاعة الساقي ما يدخل للجروب. الماء اللي هو أساسي يقول ذا جاء ماء النخلة اللي يسقي الذبور اللي فيها النخل، لأن النخل كان أول له الأولوية في الماء، الذبور اللي كانت فيها النخيل لها الأولوية في الماء، ثم إذا كان الماء أكثر من ماء النخلة يكون له فيه الرافع، الدبول اللي الرافع الدبول، ثم الرابع الماء لما يكون فيه مقاس في الرأس حق الساقي هنا إذا طبق عليه يقول لك هذا ماء البلاد، يعني ماء الدبور البلاد كلها تشرب منه.
تتجه بناظريك إلى ما هو حولك، تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. بالنسبة للتخطيط المعماري لمدينة الشبام، طبعا هي المدينة الآن مسورة بسور حوالي 300 متر في 250 متر، بداخلها مجموعة من المباني، مجموعة من الساحات، مجموعة من المساجد. كل هذه تشكل نسيج معماري فني لهذه المدينة. البيت له خصوصية فنية، تخطيط المبنى نفسه له خصوصيات تميز عن كثير من البيوت في مدن وادي حضرموت. يعني شباب تختلف عن تصميم مدينة تريم مثلا أو الحجرين، لذلك البيت نفسه له خصوصية. اللي بيدرس الفن المعماري، التصميم المعماري، التخطيط الهندسي للبيت، تجد فيه كثير من العناصر التي يقف عندها الباحث. بالنسبة لناطحات سحاب مدينة شبام، المدينة الوحيدة اللي هي ناطحة سحاب مبنية من الطين، وهنا الفرق ما بينها وبين منهاتن وما بينها وبين الأبراج الحالية في الدول الأوروبية والدول الآسيوية. تتكون أو تتفاوت أدوار وطوابق البيت الشبامي من 5 إلى 8 وتصل إلى 9. 8 و9 هذيلا سنجدها المحيطة بالسور أكثر ارتفاع وتشكل كقلعة، وبهذا كل دور له خصوصياته وكل دور له وظيفته الاجتماعية، الضيقة والتخزين، سواء أنه المواد الغذائية تخزين حتى لعيشة الحيوان. نأتي له في الدور الثاني اللي يطلق هنا عليه السطح من تسطيح الشيء، والسطح عادة هو الأعلى، لكن عندنا الدور الثاني كان يربى فيه الماشي والدواجن، وحاليا بدأت يعني غير موجودة. ثم دور الرجال، دور النساء، ويعلو ويعلو البيت. الدور الأول حكم المدينة تجارية، صمم تصميم تجاري تحت محلات تجارية، غالب بيوت المدينة تهام الخليل. هالضيقة الكبيرة هذه المكان التجاري، والضيقة الثاني الممر الثاني اللي يوصلك إلى الدار طالع. فهذه الدور الأول دور تجاري يستفيد منه صاحب المحل إذا كان هو تاجر فيتجر فيه وهو الغالب، وإذا كان ما هو تاجر يؤجر على التجار كمستودعات، لأن تجار المدينة الكبار كل من له داخل المدينة. السوق كان في السابق دكاكين التجزئة في السوق. الدور الثاني كذلك تكون غرفه كما ما ذكرت لك سابق إنها صغيرة، تكون غيال. وكالدور الأول الأقبال حقه تكون سميكة جداً، لأن الدور الثاني يكون كم المستودعات للدار، يقعون في محل التمر بعض الغيال التمر، والتمر أحيانا الواحد يردن في داره أكثر من 10 أزيار تمر. طبيعي الزير الواحد أحيانا الكبير يحمل له 300 رطل عمل بهار، يعني يزله بهار. هذه تتطلب الأرضية اللي تحتها لابد تكون قوية، فيعملون الأقبال حق الدور الأول سميكة بحيث أنها تتحمل الثقل اللي يقع عليها. الدور الثالث يكون طبقة الرجال، يستخدم إذا كان صاحب البيت تاجر فيها المكتب حقه التجاري
النساء كلهم فوق. ما فوق الدور الثالث الدور الرابع دور كذلك خدمات، فيه المطبخ وفي مكان إذا كان عندك شغالات. على أول بدأنا الناس كانوا أول بعضهم عندهم شغالات البيوت دائما تطبخن وطهن ويجيبن المياه، فهذا يكون الدور نفس الكلام خدماتي كان. وفيه المونة حق المطبخ مبرد الأكل، وكذلك في المنزل عندما بعضهم اللي لهم يجيبون التمور، يعني التمر كانوا كل دار تقريبا في شبام يرزم تمر. فهذا غرفة كبيرة تكون في الدور الرابع يقلفون فيها التمر وهيئونه للرزامة للحفظ بعدين في الأزياء. الدور الخامس هذا للنساء، غرف النساء مجلسهن، مجلس النساء ومقعدهن، وصاحب البيت لما بيطلع يكون سمرهم طالع ومقعدهم طالع، لأنك ما أظنكم إنه النساء ما يخرجن طبقة الريال. الدور الأخير فيه غرف للنوم للأزواج، يعني الزوج وزوجته غرفهم فوق في آخر الدور. وفي البيوت شباب سطوح في الدور الخامس الريم، على قول الريم بعضهم غالب البيوت هي ريم واحد كبير للعائلة في الصيف ينامون فيه، وفوق البيوت حق المتزوجين غرفته بجنبها غرف ريم صغير يطلق عليه الطيرة ما عندنا هنا له زوجته وعياله لهنا. أولاً هي البيوت علوها وتلاصقها يشكل قلعة، يشكل مناعة للمدينة، ونجد العلاقات الإجتماعية نتيجة تلاصق البيوت تتلاصق القبول القلوب قبل البيوت، فيحتاج الجار من جاره أو الجار المواجه اللي هي السكة المعينة أنهم يتبادلون بعض الحاجيات في داخل البيت، يريدون مثلاً ناقصين بصل بدل ما يذهبون فيعطوا لهم جيرانهم. أيضاً في حالة أنه أسرة تريد أن توصي جارها يأتي لها بشيء من السوق، عندنا في حالة اسمها الدلدال يدلدلون ذا ويطرح لهم، فهي أيضاً مزيج من المدينة ما قبل الإسلام، أيضاً مزيج من علاقات العربي المدن العربية الإسلامية. فتكوف لهذا حتى عندما أخذت اليونسكو أن تعطي مدينة شبان في قائمة التراث لاعتبارات كثيرة، ليس اعتباطا ليس لعمارتها ولكن لعمارتها ومن يسكنها وما بها من أعراف من تقاليد من سلوك من جانب تجاري من كل الأمور. بيوت المدينة صامدة لأنها تصميمها مبناها مبنى قوي. فالدور الأول تكون الحوائل حقه مدامية عريضة، الدور اللي فوقه يكون أقل ونفس الوقت ولا تكون واسعة حق الغرف، تكون أسباب الغيال والمياسب حتى يكون المبنى القواعد حقه قوية. أنت تشوف تلاحظ المدينة شباب كل البيوت حقها متلاصقة، ثم ما هي متلاصقة مستوية، تحصل أحيانا في بيت في متقدم على البيت القليل على البيت الآخر، وهذا يعطي قوة للتماسك لأن كما متناكحة البيوت، فتماسك البيوت تلاصقها شدت بعضها البعض. المدينة طالما أن عمرها قديم جدا ومع هذا أمام عاديات الزمن أمام اللي ما تعرضت له من السابق من ما قبل الإسلام وإلى اليوم، يعود إلى صيانة أهلها إلى على بيوتهم،
خذ على سبيل المثال ربما بيت مصان ومرمم ترميم كامل، طائر صغير يقوم بهد هذا البيت. لماذا؟ لأن الطائر يأتي دائما في الميزاب، الفتحة اللي هو المرعاض عندنا اللي يسوق مياه اللي هو في البيت تخري، فيعمل له عش، العش يسد خروج المياه فتتراكم على السطح في أي ريم، وإذا أنت لم تتفاقده فاعلم أن البيت منهار دون أي أسباب أخرى سواء من عش. ولهذا بقي صامد لأنه أهالي شبام يتفاقدون بيوتهم قبل وبعد الأمطار وكل عام، حتى أنهم يسموا الترميم، في حال الترميم يسمونه عمارة، عمرة فلان ابن فلان في سنة كذا وكذا، هذه الغرفة تأتي فيها موجود مكتوب عمارة وليس البناء الجديد، عمارة، لأنهم يتقنوا كيفية الحفاظ على بيوتهم.